ايش؟ يعني عندنا تدريب خفيف. بسم الله بسم الله. هذا بطن الوادي، بطن الوادي. طبعا يفترض السيل يجي من هذا الاتجاه وينزل على البطن الآخر. يا سلام يا سلام. بسم الله بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. في رائحة غريبة هنا. هذا مخلوق غريب. واو. خلاص ثبته. في اكثر من جهه. لا لا لا، هنا هنا راسه، هنا راسه، هنا مقدمه، هنا مقدمه. هذا عيونه. جميل. تيس تيس نفس العنوز. اي خلاص خلاص. يلا بسم الله بسم الله. خلاص الموضوع للمنطقة يعني عشان الوقت. بقايا السيل، لذلك السيل خطر. السيل خطورته في هذه الحجارة. طيب، جذوع الأشجار مش فقط في الغرق في الماء، لا، التهشم والضربات واللكمات اللي راح تصيب الشخص اللي يدخل في السيل. الصخور، في صخور أحجام ضخمة يعني ممكن تدمر بيت. يعني إذا جات على سور أزالت السور. يلا هذا بلوك صغير. السلام عليكم. حياتك أسهل مع فيصل خالد.